الذي يتواجد خارج بالإضافة إلى لويس غوستافو. المباراة فاز في 6 مباريات و5 تعادلات. نصراوية سريعة معها صافرة مخالفة في محل ثقة الجماهير النصراوية. مثل هذا مثل هذا مثل تاليسكا. تاليسكا انطلق تاليسكا شق طريق لكن في النهاية تمكن الدفاع في الطاي من إبعاد الكرة من أمام تاليسكا وسط مطالبات من الجماهير النصراوية ببعض الإصابات. الطاي الصورة على رودي غارسيا الرجل الذي إلى منطقة الجزاء لكنها بالرأس مبعدة ترجع إلى لويس غوستافو. يأتي اليسار الانطلاق الوصول في منطقة الجزاء والتسديدة لخارج أرضية الملعب. موسونا شق طريقة من الجهات اليسرى اندفع للأمام كان قريب جدا من مرمى. 10 دقائق في حركة جميلة في ملعب المباراة. لأمير سعيود سعيود عدى ما زالت الكرة معه يعدي من الثاني. خطيرة سعيود خطيرة سعيود تهتف وتشجع بالاسم اليمنى. الطائي مع محاولة وعرضية. أوسبينا أوسبينا قلت لك أوسبينا يعني أوسبينا وفيها مغامرة كبيرة يا أوسبينا. صعبة عليه فقط حتى المباراة صعبة. تعود للنصر إلى بيتي مارتينيز وتسديدة من بيتي إلى خارج أرضية الملعب. الأرجنتيني سدد كرة رائعة مرت إلى جوار القائم الأيسر عن طريق لم تصل إلى تاليسكا راحت للخيبري والتسديدة من عبد الله إلى خارج أرضية الملعب. عبد الله الخيبري تسديدة يسارية مرت إلى ركلة مرمى تضيع فرصة على النصر إلى خارج أرضية الملعب إلى رغطية ثم الكرة واصلة للطيب تسديدة ترتد تعود. هذه اللحظة 40 دقيقة لم نشهد النام. سلطان من الجهة اليمين العرضية جول جول هدف أول من تاليسكا. عرضية ساحرة من سلطان الغنام واصلة لتاليسكا. تاليسكا بكل أناقته تاليسكا بكل رشاقته غزاهم وسجل في مرماهم وأهدى لجمهور النصر على زخات المطر أول أهداف النصر في شوط المباراة. كرة بانطلاقة الكرة ساقطة يو بعد كذا ما في فرصة لكن في أوفسايد. بعد كذا ما في فرصة لكن الكرة نام ثم تاليسكا والنصر متقدم حالة من السعادة والذي أضيفت صورتها أيضا إلى جانبي صور نجوم. رمية جانبية في اليسار إلى ركلة مرمى ثاني. الكلمة أنتقل بها إلى الزملاء إلى الزميل مختار علي دينر بنزا أمير سعيد. الفارو غادر ملعب المباراة جاء في مكان ماجد محمد. معتز البقعاوي عبد المحسن فلاتة محمد حرزان. مباشرة لعبة الكرة سريعة لتاليسكا تاليسكا 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 يحتفلون برونالدو وتاليسكا يحتفل في مرمى الخصوم. تاليسكا يسجل الثاني للنصر. تمريره بدات من أوسبينا وتاليسكا انهى هجمه النصر في مرمى الطائي يسجل الهدف الثاني ثاني اهداف العالمي عبر تاليسكا من كره طلق للنصر في شوط المباراه الثاني. لويس غوستافو صافره فيها مخالفة فيها خطأ فيها ركلة حرة مباشرة بطاقة صفراء على دينر. هذا ترف كرو لو استمرت الكرة وتاليسكا بعرضية والعرضية بعيدة من تاليسكا إلى الكرة عرضية لكنها بعيدة جهة اليمنى عرضية باتجاه تاليسكا والرأسية من تاليسكا. فيني اللي سجلها اليوم أصبح عنده 4 أهداف في مرمى الطائي. مشاريبوف إلى تاليسكا وتاليسكا مرة محاولة عرضية من سامي النجعي وصلت لتاليسكا. تاليسكا متسلل متسلل متسلل
ركلة انطلاقة للناصر إلى محاولة سلطان، سلطان بعرضية تمريرة واصلة أمبنزا، أمبنزا أوسبينا تألق، أوسبينا بغض النظر عن القرار تألق مع الكرة، أوسبينا إلى أمبنزا، وأمبنزا يمررها في أقصى اليسار جانبية، القرار كان واضح من المساعد، رمية جانبية الجميل على كل ما يحدث في هذا المساء في مباراة الليل في الملعب. كرة ما زالت للطائي والتسديدة لكنها بعيدة، ركلة حرة غير مباشرة على تاليسكا ورقم 10 في الملعب إلى الأوت، رمية جانبية لعب طويلة في الأمام واصلة لأمبنزا، أمبنزا نعم سلطان من الجهة اليمين العرضية سلطان الغنام واصلة لتاليسكا، تاليسكا بكل أناقة، تاليسكا بكل رشاقة غزاهم وسجل في مرماهم وأهدى لجمهور النصر على زخات المطر أول أهداف النصر في شوط المباراة. مباشرة لعبت الكرة سريعة لتاليسكا، تاليسكا 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 يحتفلون برونالدو وتاليسكا يحتفل في مرمى الخصوم، تاليسكا يسجل الثاني للنصر، تمريره بدات من أوسبينا وتاليسكا انهى هجمه النصر في مرمى الطائي يسجل الهدف الثاني، ثاني اهداف العالمي عبر تاليسكا من كره انطلق. Apartamento da Lisboa e o cara, opa!